غرد عن لبنان فوقعت كارثة بيروت، هكذا برر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة التنمر على الفنان الإماراتي حسين الجسمي. يبدو أن الصدفة تتقصد الجسمي وتعمل ضده، فكلما ذكر بلداً أو قضية ما بحب أو بمدح وقع ذلك البلد بكارثة ما، ولم يسلم للأسف الحظ السيء للجسمي من الكارثة الأعظم حتى الآن والمتمثلة بانفجار مرفأ بيروت. الجسمي بعد ذلك تصدر قائمة الترند في العراق والوطن العربي ضمن حملة تضامن واسعة بعد أخبار تحدثت عن نيته الاعتزال بشكل نهائي بسبب شعوره بالاكتئاب من حملات التنمر الأخيرة ضده. في المقابل وكما قلنا سنده الكثير من الجمهور والمشاهير أيضا كالفنانة الكويتية شمس التي نشرت فيديو دافعت من خلاله عن جسمي وتضامنت معه بوجه الحملة التي يتعرض لها تأكيدا لموقفها الذي بيّنته في تغريدة لها نشرتها قبل يومين. اللي تنمروا على حسين الجسمي أنا حابة أعيد تأكيدي لتغريدتي، أنا شمس مو جبانة، لما أعني شعب أو أعني ناس راح أقولها، وما في إنسان في الدنيا كلها عنده عقل أو وعي أو يفهم أو عنده ذرة مخ يعمم. أنا كتبت في تغريدتي الفاشلين اللي لا صار عندهم فشل مصيبة أو كارثة من الطبيعة أو حرب أو زعماءهم اختصبوا حياتهم أو سواء كانوا خليجيين، ترى اللي تنمروا على الجسم خليجيين بالأول وعرب من كل مكان. فأنا قصدت في تغريدتي أي إنسان يتنمر على الجسم يرمي فشله على حسين الجسمي هذا إنسان حقير وفاشل. فنانون آخرون تضامنوا أيضا مع الجسمي رافضين ما تعرض له من هجوم بعد التفجير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت كالفنانة نسرين طافش الذي كتبت عبر حسابها في تويتر: حسين الجسمي فخر العرب، حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب، حسين الجسمي يعني بشرة خير ووجه السعد والخير، قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير، حسين الجسمي كنا نحبك. أما الفنانة سوزان نجم الدين كتبت قائلة: حسين الجسمي كنا نحبك ومن أساءوا لك أساءوا لأنفسهم وأنت أكبر من كل تلك المهاترات. تغريدة أخرى من عزيز الشافعي: مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب، ومش عارف الناس اللي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه. أما صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي كتب يقول له: لن يحبه أحد أكثر مني، فهو أخي الأصغر وابني الذي لم أنجب، حفظك الله يا ولد أمي وأبوي، ترى والله لم ولن ينجب الوطن العربي فنان